حياكم الله في درس فونكس ويكان نمبر 4 منهج الخامس صفحة 32 و 33 فونكس صوتيات. عندنا اليوم صوتيات وعندنا قطع جميلة قصيرة فيها فاولز حروف العلة وكيف نقرأها وننطقها بشكل صحيح. اس بي سبايدر اللي هو عنكبوت، سويتر اللي هو البيجامة التي بكم طويل، وهنا نحط اس بي سبرينج وهنا ربيع سبرينج معناته، وهنا سبورت رياضة اس بي، وهنا سوينج اس دبليو، وهنا سوان البجعة حيوان البجعة وليس الأوز. طيب a funny day يوم سعيد، a fat cat قطة سمينة، sat جلست on a mat المات اللي هو الفرشة اللي على مدخل الباب، خلوني أوريكم صورة لها علشان تتضح معناها. عفوا هذه الفرشة، هذه المات. طيب a fat hen sat on a pen دجاجة سمينة، هن معناتها دجاجة، sat on a pen جلست على قلم، sat جلس فعل ماضي. a fat fox ثعلب سمين sat in a box ثعلب سمين جلس في صندوق. and a fat bug sat on a rug fat bug يعني حشرة سمينة sat جلست on a rug. rug اللي هو السجادة اللي هي يجلس عليها أو للزينة اللي هو تكون أكبر من السجادة الثانية اللي هي mat اللي هو mat مدخل المنزل، أو تكون شكل صغير قطعة شكل أصغر. أما الروغ اللي هو السجادة الكبيرة هذه يقال لها روغ. طيب شكرا لكم ونشوفكم إن شاء الله بالدروس القادمة.